أهلا بكم إلى موجز السابعة مساء من قناة النبأ. قال موفد النبأ إلى منطقة الطريق الساحلي إن الطريق الساحلي الرابط بين الزاوية وطرابلس يشهد صباح الجمعة حركة سير طبيعية وهدوءا. وأوضح موفدنا أن الطريق الساحلي يشهد انتشارا للأفراد المكلفين بحمايته وتأمينه من مديريات أمن الزاوية وسهل جفارة، في حين تجدر الإشارة إلى أن الطريق الساحلي أعيد افتتاحه بوساطة بين أعيان الزاوية وورش الفانة بعد أكثر من عام على إغلاقه. وإلى سرت، حيث أفاد العميد محمد الغصري المتحدث باسم عملية البنيان المرصوص بوجود هدوء لليوم الخامس على التوالي في محاور قتال المدينة. الغصري في تصريح للنبأ قال إن تكتيكا عسكريا تتبعه قوات البنيان المرصوص، ومضيفا أن مجموعات تنظيم الدولة مرتبكة في الحيين الأول والثالث. كما أضاف المتحدث أن مفرزة من قوات العملية ألقت القبض على مجموعة من النساء التابعات للتنظيم في عملية نوعية داخل الحي رقم 3. قال مركز السرايا الجناح الإعلامي لمجلس شورى ثوار بنغازي إن غارة جوية شنتها طائرة بدون طيار على منطقة جنفودة صباح الجمعة. وأضاف المركز أن 4 غارات جوية على التوالي شنتها طائرة أجنبية بدون طيار مساء الخميس على منطقة جنفودة، ومؤكدا استمرار استهداف المنطقة بقذائف الهاوزر وبشكل عشوائي. أخيرا، أكدت جامعة الدول العربية دعمها وتشجيعها لاستمرار الحوار بين الليبيين، معتبرة أن الأزمة الليبية الراهنة لا يمكن أن تحل بطرف دون الآخر، وأن الحل من خلال تضافر جميع الجهود. وقال السفير حسام زكي الأمين العام للأمم المساعد ورئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية في تصريحات صحفية إن الجامعة تدرك جيدا أبعاد المشكلة الموجودة في ليبيا وتتابعها وتلتقي بالأطراف وتستمع لآرائهم وتشجعهم على الاستمرار في الحوار والتواصل لحل الإشكالية. وحول إعادة تعيين مبعوث للجامعة العربية إلى ليبيا، أوضح أن تلك الفكرة واردة، ومشيرا إلى أن الليبيين يطلبون ذلك، وأن الأمين العام بصدد دراسة هذا الطلب وتقييمه. ختام الموجز، إلى اللقاء.